السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. إذن حذر الرئيس الروسي السابق نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن زيادة حلف شمال الأطلسي الناتو لمعسكراته العسكرية أو لمساعداته العسكرية لأوكرانيا تقرب ما أسماه بالحرب العالمية الثالثة. فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الحرب على أوكرانيا ستستمر ما لم تتخلى الخطط أو الدول الغربية عن خططه بهزيمة موسكو. جاء تحذير ميدفيديف تعليقا على قمة حلف الناتو التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في ليتوانيا، حيث تعهد عدد من الدول بتقديم المزيد من الأسلحة والدعم المالي لكييف. وقال ميدفيديف إن المساعدات لن تمنع روسيا من تحقيق أهدافها في أوكرانيا. حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي في الاستوديو الأستاذ صفوان مشلي، المحلل السياسي والمختص بالسياسة الاجتماعية. دكتور صفوان، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أيضا عبر سكايب ينضم إلينا أستاذ علي الشمرية، المحلل السياسي. أستاذ علي، هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أهلا بك أستاذ علي. دعني أبدأ من خلالك أستاذ صفوان، برأيك ما سماه ميدفيديف بأن الحرب العالمية الثالثة تقترب، هل هو تصريح ينطلق من منطلق القوة بأنها قوة قادرة أن تقوم كطرف في حرب عالمية ثالثة، أم أنه تهديد من منطلق الضعف؟ بكل تأكيد هو تهديد من منطلق الضعف، وهذه المرة على كل أحوال هذا ديدن ميدفيديف ومجلس الأمن القومي الروسي من بداية الحرب. عشرات المرات هددوا باستخدام النووي والنووي التكتيكي، وهددوا بتوسيع الحرب إلى حرب عالمية ثالثة إذا لم يسمحوا لروسيا بالاستفراد بأوكرانيا وتغيير نظام الحكم فيها وجعلها دولة تابعة لروسيا، باعتبار عم ينطلقوا من منطلق تاريخي انه تاريخيا ما بيصير. كان في خطأ تاريخي ارتكبه لينين بانه قبل باستقلال اوكرانيا، وهذا الاستقلال تطور الى انفصال، وروسيا عم تشعر انه هذا خليني اقول يعني خلل تاريخي. هي هلا عندها قدرات وامكانيات وموارد وتجهيزات عسكرية بتسمح لها انه تصلح هذا الخلل التاريخي. اكتشفت بالحرب الخاطفة اللي نويت تدخلها مع اوكرانيا انه هذه الحرب لن تكون خاطفة، وانه الاوكرانيين هن امة حقيقية ومستعدين يدافعوا لاخر شاب اوكراني عن استقلالهم واستقلاليتهم عن روسيا بشكل خاص، لانه هن عانوا من هذه التبعية فترة كبيرة من الزمن. لذلك روسيا عم تلجأ باعتبار عندها سلاح نووي وممكن تهدد السلم الدولي وخاصة السلم في أوروبا بتوسيع الحرب. عم تهدد انه اذا ما سمحتوا لي استفرد بأوكرانيا، ما وقفتوا المساعدات عنا، ما ضغطوا عليها في سبيل انه تستسلم، انا ممكن وسع الحرب لتكون حرب مهددة لسلم أوروبا وممكن للسلم الدولي باستخدام النووي، واضطر المدافعين عن الحرية انهم يدخلوا بحرب عالمية ثالثة. هذا الشيء بعتقد ما راح يصير. أستاذ علي، أنتقل إليك بنفس السؤال، برأيك ما قاله هذه المرة وزير الخارجية الروسي أيضا عندما يقول بأنه يجب الغرب أن يتخلى عن خطط هزيمة موسكو، هذا الكلام برأيك أيضا من منطلق ضعف الروسيا أم من منطلق أن روسيا تستطيع أن تقاوم الغرب؟ الروسية من خلال هذا السياسيين الروس على إطلاق التهديدات الفارغة اللي ما لها أي قيمة. سمعنا تصريحات الرئيس بوتين، تصريحات لنائب الأمني ميدفيديف، لوزير الخارجية لافروف، ووزير الدفاع شويغو، القادة العسكريين، الجميع يتكلم بلغة التهديدات. لكن حقيقة على الواقع الأمور تجري ليس على مشتبه، الأمور تجري وفق ما يخطط له الغرب. الغرب يخطط لحرب طويلة جدا مع روسيا، استنزاف للقوى الروسية،
الروس لا يجيدون، القيادة السياسية الروسية لا تجيد إلا إطلاق التصريحات الفارغة لما لها أي قيمة. أليست روسيا قالت بأنها ستطبع شعبها وتطبع اقتصادها وتطبع قدرتها العسكرية مع حرب طويلة الأمد؟ هذا الكلام ممكن يصدر من رئيس في دول الشرق الأوسط، دول العالم الثالث، الدكتاتوريات الصغيرة، أما دولة كبيرة مثل روسيا لا يمكن أن يستمر الحديث بهذا الشكل عن أزمة خطيرة مثل الأزمة الأوكرانية. إلى الآن الروس لا يعترفون بأنه هناك حرب وقد تستمر لفترات طويلة، إلى الآن يسموها العملية العسكرية الخاصة. إلى الآن الغرب يقف بكل ثقل خلف أوكرانيا لغرض إطالة الحرب، والروس لا يجيدون إلا إطلاق التصريحات. هذا أمر غريب، ويبدو أنه لا يوجد هناك من يحاسب الرئيس بوتين أو يقف بوجهه ويطلب منه جردة حساب لهذه الحرب العبثية اللي ما لها أي هدف. من الواضح ما لها أي هدف. هذا أمر خطير يجعل من هذه الحرب المفتوحة تهدد وجود روسيا نفسها.